بالنسبه ليا كاولا مواطنه وكذلك كممثله للمنظمه كتخدم مع الشباب في المغرب، كنظن ان هذه الفتره ما بين 2011 و2021 فتره حاسمه اللي وقعوا فيها بزاف ديال التغييرات الايجابيه في المجتمع، وكذلك اللي مكنتنا اننا نتعرفوا اكثر على البوتنسيال اللي عندنا في المغرب وشنو ممكن نخلقه كتغيير ايجابي من خلال كل واحد والموقع ديالو وكل واحد ومجال الاشتغال ديالو. شفنا بزاف ديال التغييرات لا على المستوى السياسي لا على المستوى الاجتماعي لا على المستوى الاقتصادي، واللي نقدر ناكد هو انه كيبين يعني مع جميع يعني الاحداث اللي كانوا انه كاين امل في اننا نشوفوا مغرب مختلف، المغرب اللي كيشاركوا في البناء ديالو جميع الفئات اللي هي يعني كتحط من يعني من نقدروا نقولوا من الوصفه ديالها في هاد البناء الجديد ديال المغرب. نقدروا نتكلموا كذلك على اللي كان يعني ان تحط دستور جديد، وكذلك ان كنشوفوا ان الشباب بصفه عامه قدروا انهم ينخرطوا اكثر في المجال الجمعوي بصفه بحكم التجربه ديالي، يعني كنشوفوا اقبال اكثر للشباب على الجمعيات لا محليه لا دوليه، وكذلك على انهم كيشاركوا في بزاف ديال الانشطه. هذا بطبيعه الحال نقدروا نهضروا على يعني النقاط الايجابيه وكذلك السلبيه فيها، ولكن كنبقى كنشوف انه كيبقى واحد النقطه ايجابيه اننا قدرنا الا نقدروا نوعيو كل مواطن ومواطنة بالدور ديالهم في هذا البناء ديال المغرب المستقبلي. بالنسبة للمجال المقاولة بصفة عامة والمبادرة والمقاولة الاجتماعية، نقدر نقول أنه أولاً كنا كنعرفوا المقاوله بواحد صبغه معينه خصوصا ما قبل 2010، يعني كنا كنشوفوا بعض ديال الانيشاتيف ديال المبادرات، كنشوفوا بعض الامثله ديال المغاربه اللي بداو مشروع ديالهم نشؤوه ابتداء من فكره ولا كانت عندهم يعني مقاوله عائليه اللي خداو يعني تراسوها من بعد كذلك. يعني كانت ديما عندنا الفكره ديال المقاوله شي حاجه ماشي كنشوفوهاش ديما في المجتمع ديالنا، قليله ولا عندها بواحد الصيغه معينه. دابا نقدر نقول في هاد العشر سنوات الاخيره شفنا واحد التغيير كبير وواحد الاهتمام كبير من طرفين، لا من طرف ديال الجهات اللي كتختص بانها كتحط القوانين ديال المقاوله بصفه عامه وتشجع الشباب انهم ينخرطوا، ولا كذلك الشباب في حد ذاتهم انهم كيفاش ولاو كيهتموا بالمقاوله، يمكن بحكم الولوجيه لتقنيات التواصل وكذلك منصه التواصل الاجتماعي، وان يمكن تعطات فرصه اكثر للشباب انهم شاركوا في برامج ديال التبادل الثقافي في مختلف الدول، خلاتهم انهم اكتشفوا شنو كاين في العالم بصفه عامه وشنو كاين في العالم وفي المغرب بالنسبه للمقاوله بصفه خاصه. انا بالنسبه ليا كيبان لي كاينين جوج الفترات، الفتره الاولى من 2010 2015 ومن 2015 لدابا. من 2010 2015 نقدر نقولوا كاين اهتمام اولي بالنسبه من طرف الشباب انهم يكتشفوا شنو هي المقاوله في المغرب، شنو الصيغه ديالها، كيفاش يمكن لهم ينشئوا مشروع في هذا المجال اكسيتيرا. وبالنسبه للجهات اللي مهتمه كانت بوادر اللي هي نقدروا نقولوا مازال محتاجه، زعما ما كايناش بوادر كبيره واللي كتشجع واللي كتمشي عند الشباب بصفه مباشره وتخلق عندهم هذاك يعني الشغف انهم يبداو المشروع ديالهم ويكتشفوا المقاوله. من 2015 لدابا العكس، يعني كاين واحد البوادر كبيره، مبادرات وكذلك اهتمام كبير، كاينين برامج كبيره اللي في نفس الوقت كتعطي الفرصه للشباب انهم يكتشفوا المقاوله ومجالات المقاوله، وفي نفس الوقت كتعطيهم حتى فرص انهم يدعموا لها بصفه تقنيه ولا ماليه لهذا المشروع اللي هما بغاو يبداو فيه.
طبيعة الحال كثر في هاد ثلاثة سنوات الأخيرة كانت مبادرات أكثر، ولكن اللي نبغي نشير ليه هو أنه يمكن حتى بحكم الولوجية اللي تحت بطريقة أسهل بالنسبة للمواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، بأنهم كيتعرفوا على مجالات المقاولة والمبادرة، كيفاش أنه يقدر أصلا يخلق واحد لاكارير ديالو مختلفه، ماشي بالضروره بطريقه كيفاش هو تصورها في الاول بحكم شنو اختار يقرا. الا كانت اصلا تعطاتو الفرصه انه يقدر يتابع الدراسات يعني في الجامعه، كاين ماشي كلشي تحت ليه هاد الفرصه، والمقاوله هي كتكون واحد الحل اللي هو اكسيسيبل لكلشي، يعني ماشي بالضروره يكون عندك واحد ديبلوم معين ويكون عندك واحد الباركور معين باش انك غدير المقاوله. المقاوله قبل كلشي سي طريقه ديال التفكير، كيفاش كتشوف الامور، كيفاش كتبغي ديما تبادر انك تحط واحد الحل لواحد الاشكاليه اللي كتشوفها كانت اجتماعيه او لا. وكذلك انا بالنسبه للشباب تعطاتهم فرص كثيره، شاركوا في برامج تبادل ثقافي، منحاتهم فرصه انهم يكتشفوا العالم بصفه عامه شنو فيه، وعالم المقاوله بصفه خاصه. انا شخصيا ما بين هاد البرامج عرفوني اكثر على شنو كتمنح المقاوله والمبادره الواحد انه يقدر يتعلم، شنو هما يعني المنظمات والجمعيات اللي كتقوم بالمواكبه وتكوين الدور المهم ديالها، حيث اهم حاجه هي ان هذاك الشاب ولا هذيك الشابه يلقى اللي يشد بيديه ويعاونوا في السيروره ديال المشروع ديالو، حيت افكار المشاريع كتجينا مليون النهار غير حنا كل واحد بينه وبين راسه، ولكن كتبقى في التنفيذ والاصرار والاستمراريه ديال المشروع. صراحه كاين برامج كثيره اللي كتحطوا هذه يعني بصفه عامه، ولكن يعني بحكم التجربه ديالي لا الخاصه لا في تسيير المشاريع، باش مشروع ينجح هو انك كتدخل يعني جميع الفئات اللي هي متداخله بطريقه يعني مباشره او غير مباشره في المشروع باش انه كينجح. اول حاجه كنشوفوا علاش بغينا نديروا هذا البرنامج ولمن، وماذا بنا احسن حاجه ندخلوا معنا هاد الناس اللي هما الفئه المستهدفه في التصميم الاولي ديال المشروع ولا ديال البرنامج في حد ذاته. هادشي كيمكنك انك تعطي واحد الجواب اللي هو اقرب ما يكون انه يكون كامل وشامل باش كتستجب للاحتياجات ديال هذيك الفئه المستهدفه. الا هضرنا مثلا على برامج اللي كتعطي المواكبه والتمويل بالنسبه للحاملين المشاريع، فخصنا نعرفوا اولا حنا علاش بغينا هاد الناس يمشيو يديروا مقاوله. بزاف الشباب ما كيزعموش، يعني كاينين بزاف العوامل. العامل الاول هو عامل ثقافه ديالنا حنا كمغاربه، ما كنشجعوش شي حاجه مختلفه على لا نورم على الكلاسيك، خاص الواحد يمشي في نفس الطريق، داكشي كيبقى امين مؤمن، ما تصدعش راسك دير شي حاجه مختلفه، جربوها الناس قبل منك ما صدقاتش، جدك تحرق راسك، يعني ما كتلقى الناس اللي غيحبسوك اكثر من اللي غيشجعوك. وهذا الاختلاف اللي نقدر نقول الاختلاف الاهم الوحيد اللي كاين ما بيننا وما بين شنو كاين في العالم الاخر. حنا ديما كنباهروا مثلا سيليكون فالي شنو فيها، الاختلاف ما كاينش في يعني نسبه الذكاء ولا القدرات ولا المهارات، اكثر ما كاين في يعني في المنظومه ولا في ليكو سيستم اللي كتحيط بهذاك الشاب ولا بالشابه ولا بالمقاول، ان الناس كيدعموه، واخا جاتهم فكره حمقه واخا اجي نشوفوها نجربوها معاك نعاونوك انها توصل، ما وصلتش حتى الفشل في حد ذاته راه كيعلمك انك تتعلم. وهذه حتى هي عندنا مشكل في ثقافتنا، حشومه تخسر حشومه ما تصدقش لك شي حاجه، كيفاش غيشوفوك الناس، يعني كتبقى حاط لراسك واحد بزاف ديال لي فيلتر قبل ما توصل الصوره النهائيه اللي بغيتي انت توصل لها. ثاني حاجه هو ان البرامج كيكونوا في نفس الوقت كاين بزاف ديال الفرص، وفي نفس الوقت هاد الناس اللي هما الفئه المستهدفه لهاد الفرص ما وصلهمش المعلومه. هناك فين كاين الدور اللي كيكون ديال يعني جميع نقدر نقول لي زاكتور ديال ليكو سيستيم، من مؤسسات حكوميه، من شركات، وكذلك من المجتمع المدني، فين انهم فاش غادي يخدموا بطريقه اللي هي متكامله ومتحده كنوصلوا لواحد الريزلت اللي تيكون ولا واحد النتيجه اللي كتكون احسن من ان كل واحد كيخدم في جهته. ثاني حاجه هي ان هاد المشاريع كاين فيهم اللي كيقدروا يوصلوا لواحد المخرجات اللي هي مزيانه،
مادام كنتكلموا اننا كنادريسيو هذاك الاشكاليه الاوليه اللي عند حامل المشروع، وكيكون كذلك المواكبه ماذا بينا تكون يعني كتطرق الاشكاليات الشخصيه، ماشي شخصيه على نيفو الشخص الواحد، ولكن يعني اللي كتكون بيرسوناليزي على حسب لو بوزوان ديال هذاك حامل المشروع. ماشي كل مقاول طبعا، الحال كاينين مجالات ولا انشطه اللي كيكون عندهم نفس لي بلوكاج، ولكن كيكونوا انشطه ولا تحديات اللي كتكون سبيسيفيك لكل سيكتور لكل واحد. ونقدر نقول هو ان دابا الحمد لله كاينين بزاف ديال لي ستركتور داكونبانيمون ديال المنظمات اللي كتقوم بالمواكبه والمواكبه التقنيه، وكذلك اللي كتوفر فرص التمويل المالي بالنسبه لهاد حامل المشاريع. والاول مره كنشوفوا ان هاد يعني هاد لي ستركتور كاملين تجمعوا في اون ميم فيدراسيون، باش كتكون هذيك السلسله ديال المواكبه متكامله وكتعطي فرص اكثر لهاد حامل المشاريع والشباب. نقدر نقول كذلك هو انه بالنسبه للمواكبه كنشوفوا انها كاينه كثيره متوفره بطريقه كبيره، اللي هي الحاجه اللي هي مزيانه في النقاط الاوليه من السلسله. يعني ملي كيبداو كنخدموا على ثقافه المقاوله والمبادره عند هاد الشباب، لانه كيحط المشروع في ارض الواقع. فين عندنا التحدي كاملين كمنظومه؟ عندنا التحدي في ان هاد الشركه تبقى عايشه اولا، لانها كتخلق فرص عمل، ولانها كتخلق واحد القيمه مضافه كذلك بالنسبه للسوق اللي هي كتكون ناشطه فيه. هاد التحدي الاول. ومن بعد التحدي الثاني هي كيفاش نعاونوا هاد الشركه انها تكبر وتطور اكثر وتتم، يعني اللي كنسميوه السكيلين ولا لا ديبليكاسيون ديال هاد لو بروجي. نشوفوا دي ساكسيس ستوريز ولا قصص نجاح اللي كنبهروا فيهم في بلدان اخرى، علاش لا ما نقدروش نخدموا عليها باش انها تكون عندنا حتى حنا في المغرب. يعني المرحله الاولى شنو هي؟ ملي كيكون حامل المشروع دار النموذج الاولي ديالو ولا المصغر ديال البرودوي ولا سيرفيس، بدا تيخدم تيبيع، ولكن كيفاش ياخذ هذاك لو بروميير بون دو كوموند؟ اول يعني اول نقدر نقول زبناء ديالو كيفاش يقدر يوصل لهم؟ هذا هو اللي يقدروا يعاونوا فيه الشركاء، لا من القطاع العام ولا من القطاع الخاص، وكذلك المنظمات الغير حكوميه. هذا هو الدور، هو انك كتكون هيك حلقه الوصل ما بين حامل المشروع والسوق شنو فيه وكذلك شنو محتاج. لان ما بين عوامل الفشل في اي مشروع في اي برنامج انك كتحط واحد يعني منتوج ولا واحد الخدمه اللي حتى حد ما محتاجها، ولا راه ماشي هذوك هما الصفات اللي كتكون فيها. هو اقبال كبير، وفيه نقدر نقول جوج نواحي. الناحيه الاولى هي انه اولا كاين واحد الاقبال من جهه ان شفت الناس اللي هما يمكن في نفس السن ديالي ولا كيقراو بحالي ولا هذا، حتى هما داروا شي حاجه، علاش انا ما نكتشفش؟ وهذا مزيان انك تغرس داك الشغف ولا كيوريوزيتي باش يجربوا حاجه جديده. الناحيه الثانيه هو كاين اللي كيتغر شي شويه بهذا المجال المقاوله، في لو سونس لانه كيفكر غير داك الشيء اللي كيشوف في منصات ديال التواصل الاجتماعي، كيمشي يحضر المسابقات، كيمشي يقدم برنامج ديالو، كيسافر، هذاك الناحيه يعني نقدر نقول لو كوتي روز لافيون روز ديال لونتربرونور هو اللي كيشوف. ما كيشوفش العناء اللي كاين باش انك كتوقف المشروع، باش انك كتحط من مالك الخاص ومجهودك الخاص في الاول، باش انك كتخرج واحد الفيرسون اوليه ديال البروجي ديالك باش كتقنع بها الناس. وخصوصا هذاك يعني الاصرار، حيت الا ما كانش يعني اي حاجه جات غتهرسك وغادي تنسى المشروع من اول عقبه ولا من اول اوبستاكل غادي تطيح فيه. يعني بالنسبه لنقطه الاقبال كاين اقبال كثير، ولكن مازال عندنا واحد الفئه ديال الشباب اللي ما كتوصلهاش المعلومه، اللي عندهم يعني هذا البوتنسيال كبير انهم ينجحوا في مجال المقاوله، ولكن ما كتوصلهمش المعلومه مازال الولوجيه. خصوصا اذا تكلمت على الناس اللي ماشي بالضروره في الجامعات ولا في المعاهد ولا كيشاركوا في بحال هذه الانشطه، خصوصا اللي خرجنا من لاكس رباط كازا، نمشيو لمدن واحده اخرى، نمشيو كذلك القرى، لان ما نساوش ان المجال القروي فيه واحد بوتنسيال كبير
في مجال المقاولة واللي بزاف ديال الناس بداو تيتجهوا ليه باش يقدروا يواكبوا الشباب اللي عندهم أفكار المشاريع. بالنسبة للإناكتوس المغرب يعني منذ 2003 كتشتغل في مجال تنمية الحس مقاولاتي لدى الشباب. بدأت في الأول في المجال الجامعي يعني هم معروفة أكثر في الجامعات وفي المعاهد، ولكن ما كنشتغلوش غير في المجال الأكاديمي، كذلك كنشتغلوا مع شركاء في المجال العام وكذلك مع شركاء وشركات في المجال الخاص. البرامج اللي كنقوموا بها هي كتكون اما برامج محليه ولا وطنيه، وكذلك عندنا برامج جهويه. مثلا مع منظمه سيتي قمنا ببرنامج جهوي اللي كيخص المغرب، الجزائر، تونس وكذلك السنغال. الهدف ديالو هو تنميه وتعزيز روح المقاوله والمبادره الاجتماعيه بالنسبه للشباب، خصوصا في الجامعات وفي المعاهد، وكذلك كيفاش اننا نعاونهم يكونوا هما يا طرف من حل الاشكاليات الاجتماعيه اللي كنشوفوها، ويخلقوا شركات ناشئه اللي كتخلق كذلك فرص العمل. يعني الهدف ديالنا من خلال البرامج كامله اللي كنشتغلوا فيها مع الشركاء هي اننا من خلال الخبره في المواكبه والتاطير للشباب، يعني ماشي بالضروره كيكونوا باغيين يديروا يعني مشروع في المقاوله، ولكن الهدف ديالنا حنا كجمعية ولا كمنظمة إناكتوس المغرب هي أننا كنعطيه لأي شاب وشابة الفرصة أنه كيتعرف على مجال المقاولة والمبادرة الاجتماعية، خصوصا الدور ديالها في التنمية الاقتصادية للبلد، وكيفاش أنه كيكون طرف الحل. فعاد باش يبقى يقول هذه ما خداماش، هذه ما خداماش، علاش ما داروش، علاش ما داروش، كيكون هو براسو كيجي يشوف هذاك المشكل، شنو الأساس ديال هذا المشكل، منين جاي، كيفاش نقدروا نطرحوا حلول ابداعيه بطريقه اللي هي مختلفه انها تقدر تحل هذه الاشكاليات، واللي كتستعمل مهارات ديال المجال ديال المقاوله والمجال ديال البيزنس كيفاش نطبقوه باش نحلوا هذه الاشكاليات الاجتماعيه. وكذلك من خلال البرامج هي اننا كنعاونوهم، ماشي بالضروره هاد الشباب كلهم اللي كيشتغلوا على واحد المشروع لمده اشهر انه ماشي كلشي مستعد يكون مقاول، حيت هذه نقطه اخرى. المعادله اللي كتنجح مشروع مقاوله هي في نفس الوقت فكره المشروع زائد خصوصا المقاول ولا المقاوله اللي حامله هذيك فكره المشروع، اللي ضروري انهم كيكون قابل للتحديات وقابل انه يعيش كل نهار بواحد لو سيستم اللي هو ديفيرون. حنا سكون بروبوز ولا شنو كنقترحوا دائما للشركاء ديالنا هي من خلال هذه التجربه في التاطير التحسيس وكذلك المواكبه ديال الشباب، كيفاش اننا يمكن لنا كنحطوا واحد النموذج عمل، خريطه عمل اللي كتمكن هذوك الشباب انه كيستافد بطريقه اللي هي مهمه بزاف من خلال تنميه المهارات اللي كنسميوها دابا مهارات حياتيه، ما بقاتش غير سوفت سكيلز ولكن ولات لايف سكيلز، لانها اساسيه انها تكون عنده، حيت التواصل هو رقم واحد، هو اهم حاجه. يقدر يوصل الفكره ديالو، تقدر توصل فكره المشروع ديالها، انه يقدر يخدم عليه، يعني كيفاش انه يمكن يكون عنده جميع الادوات لتسيير المشروع، عاد من بعد يقدر يكبر ويقلب على يعني فرص التمويل. حيت دائما باش كنهضروا على شاب مقاول، اول حاجه كيقول لك ما عنديش فلوس باش نبدا. واخا شنو بغيتي تبدا اصلا؟ هاد المشروع ديالك شنو المكونات ديالو وشحال غادي تحتاج في التمويل؟ حيت فاش كتعطي السؤال ديال شحال التمويل، ماشي كلشي عنده جواب محدد، كيقول خاصني الفلوس وصافي، هذا ماشي جواب في حد ذاته. وهذه ما بين الحوايج اللي كيستافدوها وكيتعلموها الشباب اللي كتتم المواكبه ديالهم معنا في جميع البرامج. ومؤخرا قمنا بإعطاء انطلاقة لبرنامج تحسين الدخل للشباب مع مبادرة وطنية التنمية البشرية، اللي مكنتنا في نفس الوقت أننا كنعززوا من هذه التجربة اللي كانت عندنا في المجال الأكاديمي وكذلك برامج مع شركاء في المجال الخاص ومنظمات دولية، أننا نفيدوا بها كذلك ونكونوا يعني نعطيو حل وكذلك نخارطوا في مبادرة اللي هي مهمة، واللي مثلا في الجهة ديال جاسوس ماسا كانت عطات انطلاقة من صاحب الجلالة منصة أرغانا
اللي هي كتحتاج الشباب اللي بغاو يكتشفوا مجال المقاولة والمبادرة، وكذلك اللي مهتمين بفرص التشغيل وتحسين الدخل وسلالة الإنتاج كذلك. يعني هذه الفرص كاملها كتمكن أنه إحنا بالنسبة لنا كجمعية وكذلك كمواطنين في هذه الجمعية أننا كنخرطوا في واحد المبادرة اللي هي كبيرة ومهمة بزاف بالنسبة للبلاد ديالنا، لأنها كتعطي الفرص للفئة اللي تكلمنا عليها قبيلة، اللي ما عندهمش فرصة الولوج للمعلومة واللي ما كاينينش غير في واحد المناطق ولا في واحد المدن معينة. مع جميع التحديات اللي كاينه دابا حاليا، خصوصا مع هذه الجائحه، عطات تحديات اكثر للمقاول، خصوصا اللي يلاه بادي. كاين بزاف ماشي البرامج ولكن مشاريع مقاوله اللي كانوا يلاه بداو كيتنشؤوا في الاول ديال 2020 مع الجائحه تهرسوا. وهنا فين كنشوفوا النقطه ديال الاصرار اللي تكلمنا عليها قبل، هي انها كتعطيك فرصه، عندك حل من جوج، يا اما غتحبس في مره يا اما غتحاول واخا صعيب الحال انك تلقى واحد المخرج واحد اخر للمشروع ديالك، تخدمه بطريقه واحده اخرى. هذا اللي كنا شفناه في بزاف ديال المشاريع اللي كنواكبوهم في منظمه اناكتوس المغرب، واللي شفنا انه كانوا بزاف ديال حاملين المشاريع المقاولين اللي تحدوا راسهم ولقاو طرق جديده وابتكروا طرق مختلفه باش انهم كملوا الانشطه ديالهم، خصوصا اعتمدوا على التكنولوجيا. ولكن ماشي المشاريع كلها كتقدر تعتمد على التكنولوجيا، كاين اللي عنده هاد المرونه وكاين اللي ما عندوش. يعني هنا فين كيبقى التحدي. من باش نرجع للسؤال ديالك على يعني كيفاش نقدر نشوف التصور من هنا للسنوات القادمه، كاينين مبادرات جديده اللي تنشات، اللي منها وحده اللي مخرطين فيها هي تطوير ستارت اب مع ماروك بي ام ومع وزاره الصناعه والتقنيه الجديده، اللي كتهدف انها تعاون المشاريع اللي يا اما كتحط منتوجات في اطار مجال الصناعه ولا عندها خدمات عندها علاقه بمجال الصناعه. يعني هنا كنشوفوا مبادرات جديده من نوع اخر، انها كتحاول تفكر في المشاريع والبرامج اللي كتحطها لهاد الحاملين المشاريع والمجال المقاوله بطريقه اخرى بصيغه اخرى، واللي كنشوفها نقطه ايجابيه اننا شفنا واحد طريقه العمل اللي خدمنا بها السنوات اللي قبل، شفنا شنو مكناتنا نديرو وشنو خصوصا ان ما مكناتناش نديرو، يعني شنو كانوا العقبات اللي فيها. وهاد يعني هاد الفئات كتحاول تفكر بطريقه مختلفه كيفاش تحط وصياغه ديال هاد البرامج. هنا فين منين جاي التفاؤل ديالي، يعني كنشوف كاين تغيير وتغيير كبير، يعني خصوصا في يعني الناس اللي عندهم لي برونور دو ديسيزيون فيت، كيفاش انهم حتى هما تيفكروا وعاوا بالدور كذلك ديال المنظمات الغير حكوميه وبالمجتمع المدني، الدور الكبير اللي كيدير في انه كيوجد هذاك الاساس ديال المنظومه ديال المقاوله في المغرب. كاين كذلك كنشوفوا فرص تمويل كبيره، ولكن الان كتبقى محدوده. الا قارنا غير مثلا المغرب حاليا مع شنو كنشوفوا في جاره مصر، مصر كاين ان بوم كبير اكطوالمون ديال لونتربرونيا وديال لو مون ديال الستارت اب بصفه مهمه ولا اوليه grâce l'accompagnement mais aussi le financement اللي كاين، et كيفاش كنقدروا يعني كنحطوا كذلك اليه ديال التمويل اللي كتمكن ان هذيك الشركه الناشئه انها تكمل، لان كاملين كنعرفوا عندك 3 سنين ولا 5 سنين الاولى ديال الشركه الناشئه كتكون حاسمه، يا اما كيقدر يكمل يا اما كيضطر انه يحبس. وكيفاش انه التمويل كيمشي على مراحل، ضروري من التمويل الاولي باش انك كتعاون هذاك المشروع يوقف على رجليه ويقدر يولج للسوق، ولكن الاهم هي انك تقدر تعاونو تواكبو وتمولو من بعد، حيت ما بين اسباب الفشل ديال بعض البرامج هي انك كتعطى التمويل ما كاينش مواكبه عن قرب لهذاك المشروع. يعني واخا تعطيه الفلوس الا هو ما قادرش انه يسيرهم وما قادرش انه يخرج منهم واحد الريزلتا غيفشل، واخا راه الفلوس كاينه. يعني كما كنقول دائما المعادله ديال المشروع لفكرة المشروع زائد فريق العمل اللي كتعاون انها تنجح.